بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم المخلول البترولي. انا بقدم يعني كوميديا سودة عن اللي بيحصل عندنا في المجال بتاعنا، وبنشرح في نفس الوقت ايه المجال بتاعنا دوت، الشغل اللي فيه ايه، والبوزيشن اللي انت بتاخده فيه ايه، على حسب المكان اللي انت بتشتغل فيه، لان هي محطة انتاج وحفر وحاجات كتير قوي. مجال البترول مليان. فطبعا احنا كان اخر حاجة اتكلمنا على الحفار، وطبعا في ناس زعلت مني كتير وقالوا ان في معلومات ناقصه كتير. انا بقول لهم بس احنا بنقدم كوميديا وبندي نبذه، انا مش بشرح كورس كامل. وعلى العموم يا سيدي، بالنسبه لجماعه بتوع الحفر، بعد ما سمعت النقد بتاعهم انا قررت ما اتكلمش على حاجه في الحفر تاني. للتلبوشر بقى عشان ننهي موضوع الحفر. التلبوشر هو اس تي بي، هو سينيور تلبوشر. ده بيبقى الحاج صاحب البريمه، الحاج اللي بيزعق على طول، الحاج اللي مكشر على طول، الراجل اللي مش طايق نفسه، النرفوز. يعني فيه مواصفات كتير قوي حلوه فيه، تلاقيه ملاك يعني. يعني انت الراجل دوت فعلا فعلا، الراجل بتقول بوشر ده، مهما كان عندك هموم وعندك مشاكل ورحت تقعد معاه بتزيد همومك ومشاكلك اكتر لما تشوف. المهم يعني الراجل دوت هو اللي بيمانج الدنيا في البريمه، هو المسؤول عن كل حاجه في البريمه، اي اوبريشن، وهو اللي بيبقى اللي بيقدم الريبورت للكمباني مان. ودايما التول بوشر دوت اللي هو اللي بنقول عليه الحاج صاحب البريمه، على طول قاعد في الكرفان بتاعه بيراقب من الازازه الاوبريشن اللي شغاله، وقاعد يدعي يا رب سلم يا رب سلم، ربنا يسترها. يعني لو مسلم تلاقيه متدين جدا، لو مسيحي تلاقيه متدين جدا، لو بوذي تلاقيه متدين جدا، عشان دايما مشاكل هو اللي بيلبسها من الاخر. فطبعا ديت يعني باختصار التول بوشر بيبقى معاه نايت بوشر بيساعده، وتلاقي 50% من الجماعه النايت بوشر راشقين بالليل شغالين. يعني بيبقى نايت بوشر مش عايز يترقى، فتلاقيه لابد بالليل مش عايز يترقى، 50% منهم او 70 او 30% عشان الناس ما تزعلش برضه. طبعا التول بوشر ده بتلاقيه بيتحول في موضوع الموف، لان هو الموف بيبقى المسؤوليه الكبيره جدا عليه. تلاقيه شبح مع كل التركات ومع كل الناس اللي شغاله، وفي ساعات الريك داون تلاقيه قاعد يلف اخطبوط، تلاقيه بكوب 900 ايد وزعيق برضه، هو ما بيضحكش بيزعق بس، بانها مسؤوليه جامده عليه بصراحه. فانا احيي جماعه البوشر. طبعا كده هنعيد موضوع الحفر تاني كده بالراحه، عشان الناس اللي في كليه هندسه اللي قالوا لي احنا مش فاهمين اللي بيحصل في البريمه، ففهمناهم. البريمه بيبقى فيها ريست اباوت، ريست اباوت ده بيترقى بيبقى ريست اباوت بوشر، بعد كده بيبقى فلور مان اللي هم بيشتغلوا على طبليه الحفر يعني، وبيبقى روتري، بيبقى مسؤول عن المفاتيح، مسؤولين عن الالوفيتور التوب درايف اللي نازل. بعد كده فلور مان بيترقى بيبقى ديريك مان. بعد كده ديريك مان طبعا مرحله الانزلاق الغضروفي والبهدله دي الديريك مان، لانه بيجري على السيستم يا بيجري في البلكونه فوق، على البلكونه فوق. بعد كده الفلور مان ده بيترقى، سوري، الديريك مان ده بيترقى بيبقى مساعد حفار. بعد كده حفار اللي هو قلنا عليه الحاج، الحاج اللي ملفش حتى حوالين الروتري بس ما بيلفش، بس اسمه الحاج. بعد كده بيبقى نايت بوشر او تول بوشر. هي ديت حاجات الحفر. طبعا بيبقى في حاجات بتساعدهم، وظائف بتاعتهم اللي هو الميكانيك والالكتريشن، السينيور ميكانيك والسينيور الكتريشن، بيبقى معاهم طورات، بيبقى ناس تحتهم يعني مساعدين ليهم. هي كده بالبلدي هو ده المخلوق البترولي المجمع في الحفر، بس بيزيد بس في الاوفشور شويه حاجات، شويه بوزيشنات كده في الاوفشور، عشان الموف في الاوفشور بيعتمد على الاو اي ام والاسيستنت برج والبرج ماستر. طبعا البرج ماستر هو الاساس مع الاو اي ام، وبيساعدهم الاسيستنت برج. وطبعا بيبقى فيه في الاوفشور بس بوزيشن تاني اسمه كرين اوبريتور، وفي اسيستنت كرين اوبريتور، لان الكرين اوبريتور في الصحراء بنأجر اي كرين، اما في البحر بيبقى ثابت. كده يبقى احنا خلصنا الجماعة بتوع الحفر اللي بيزعلوا اللي بيتقمصوا. فعشان كده حبيت اقول للناس بعد كده اللي عايز يتابعني، احنا بنقول كوميديا، ما بنحبش اللي يتقمص، ما بنحبش اللي يزعل. فاللي بعد كده يشوف المخلوق البترولي ومالوش في الكوميديا ومالوش في الضحك وبيتقمص، بلاش يتفرج علينا. بحبكم كلكم، سواء اللي بيتفرج عليا او ما بيتفرجش عليا، الناس اللي في المجال الصعب دوت، وبحييهم واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.